بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن سيدنا محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشرف وكرم وعظم وبارك وعلى آله وصحابته والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين، وعلينا معهم في كل لمحة ونفس عدد ما وسعه علم الله. أما بعد، من كتاب صحيح مسلم للإمام الحافظ الحجة أبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى، ونفعنا الله بعلومه وعلوم مشايخه وتلامذته وقراء سننه وشراحها في الدارين، آمين. الباب 35 من الكتاب 45، كتاب فضائل الصحابة رضي الله تعالى عنهم. باب من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. ودوس دي قبيلة في اليمن، يبقى أبو هريرة ده يمني من قبيلة دوس، زي ما قلنا أبي ذر الغفاري من غفار من اليمن، وزي ما هنقول بعد كده الأشعريين برضو من اليمن، دي قبائل اليمن معروفة. يبقى من فضائل أبي هريرة الدوسي رضي الله عنه. اختلف في اسم أبي هريرة الحقيقي بقى، لأن أبي هريرة دي كنية كناه بها النبي صلى الله عليه وسلم، عشان كان عنده كم واسع وكان في قطة مصاحباه، اول ما يجي القطه تتمسح فيه زي القطه اللي كانت بتيجي هنا وانا تركتها دي، واخد بالك؟ فكان عند في قطه كده، اول ما يجي سيدنا يقعد تروح متمسحه وتروح داخله في كمه تنام فيه. فسيدنا الرسول لما لاحظ كده قال يا ابا هريره، فسماه فاطلقت عليه هذه اللفظه. لكن اسمه الحقيقي اختلف فيه على اختلاف كبير كتير، اكثر من 10 اسماء او 20 اسم. والراجح عبد الرحمن ابن صخر، الراجح ان اسمه ايه؟ عبد الرحمن ابن صخر، ده ابي هريرة، وهو حافظ الصحابة. حافظ الصحابة يعني اكثر من روى من الصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ابي هريرة. عشان كده اعداء السنة اعداء لابي هريرة، يألفوا كتب في ذم ابي هريرة. اعداء السنة اللي هم القرآنيين، مش في طائفة كده اسمها القرآنيين تدعي ان الحكاية القرآن بس والسنة فيها خلل، يوم يعمل ايه؟ بعضهم قاعد على البخاري يتخانق مع البخاري ويزعلان منه وصحيح البخاري وقاعد ينقده، وطائفة تانية قاعدة مع الرواة، فتجي لك ابي هريرة تعمل لك كتب تألفها في ذم ابي هريرة. فهمت؟ كل ده ليه بقى؟ علشان يخربوا السنة يا سيدي، ما هو ده حافظ السنة. لو هدموا صحيح البخاري فهو اصح كتب السنة، يبقى سهل عليهم يهدموا الباقي. ولو هدموا ابو هريره سهل عليهم يهدموا غيره، فهو اكثر الرواه. فهمت بقى ازاي؟ فتاخد بالك، احذر. من علامات الايمان حب ابي هريره، تصدق بقى الرسول صلى الله عليه وسلم خلاها ليه خصيصه كده، المؤمن الكامل يحب ابي هريره. طب واللي بيكره ابو هريره يبقى مؤمن ناقص، يبقى لسه مؤمن ناقص. فهمت؟ زي من علامات النفاق بغض سيدنا علي وبغض الانصار، اللي يكره الانصار يبقى منافق، واللي يكره سيدنا علي يبقى منافق كده. ربنا الرسول صلى الله عليه وسلم قال كده، بغض الانفاق من النفاق، لا يبغضهم الا منافق. وسيدنا علي قال كده، والذي برأ النسمة وفلق الحبة انه لعهد رسول الله لي ألا يحبني إلا مؤمن ولا يبغضني إلا منافق. حديث في مسلم قرأناه قبل كده يمكن. قارينه قريب في مناقب سيدنا علي. فيبقى إيه؟ يبقى علامات أبي هريرة إيه بقى؟ إن الكامل الإيمان يحبه، وناقص الإيمان أو المسلم المش مؤمن يكرهه. يبقى القرآنيين دول إيه؟ مسلمين غير مؤمنين. ايه الدليل؟ الدليل من السنة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يحب ابو هريرة الا مؤمن. فهمت ازاي؟ يبقى دول مسلمين مش مؤمنين، القرآنيين دول لازم ايه؟ يجوا يتعلموا من اول وجديد. هو ما بينكرش السنة، هو بينكر ثبوت السنة، هو ما يقولش ما في السنة، بس بيقول ايه؟ اللي ثابت ده فيه اشكال، فاحنا احسن نسيبه. فهمت ازاي؟ فهو بينكر طريقه ثبوت السنه.
مش بينكر السنه مطلقا. لما ممكن السنه كده يقول لك ما فيش سنه. كلام النبي ده مش تشريع، ده يكفر. لانه يخالف صريح القران. لان احنا عرفنا السنه من القران. ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فاذا كنت انت قراني فالقران هيدلك على السنه. مش كده برضه؟ وانزلنا اليك الذكرى لتبين للناس ما نزل اليهم، فبيان الايه؟ البيان اللي هو السنه. مش كده برضه؟ فاللي هيقرا القران بتمعن لازم يدلوا على السنه، فيبقوا هم حتى القرانيين دول لم يفهموا القران. لان القران يدلهم على السنه. لقد من الله على المؤمنين اذ بعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم اياته. ادي اول حاجه القران يتلو عليهم اياته. ويزكيهم يعني يربيهم اللي هو التصوف. ويعلمهم الكتاب والحكمه، الحكمه اللي هي السنه. مش كده برضو؟ يبقى ادي علم التصوف في القران وجاء به النبي بكلمه يزكيهم. ما هو التصوف قائم على تزكيه النفس. ويعلمهم الكتاب والحكمه. فهمت ازاي؟ الحكمه اللي هي السنه. فهم لو قرانيين بحق لازم يرجعوا للسنه ويمشوا عليها. فهمت بقى المساله؟ باسنادنا المتصل عن مشايخنا جزاهم الله عنا خير للامام مسلم في صحيحه الحديث 51 بعد 500 و6000 قال حدثنا عمرو الناقد قال حدثنا عمر بن يونس اليمامي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن أبي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني أبو هريرة رضي الله عنه قال كنت أدعو أمي إلى الإسلام. أسلم أبو هريرة إمتى؟ مع فتح خيبر، يعني في السنة السابعة من الهجرة. يعني كل اللي مكثوا مع النبي حوالي 3 سنين، لو تدور هتلاقي 2 سنين وعدة شهور. كل اللي مكثوا مع النبي كده وهو حافظ الصحابه. والعجيب في ابي هريره ده انه كان راجل نساي. ده كان يفطر وتقابله في الغدا بالليل كده ولا في العشاء تقول له انت فطرت يا ابو هريره؟ يقول لك مش فاكر. كان بينسى. ما يسمعش حاجه لو ينساها، حاجه غريبه ابو هريره ده. ويروح يشتكي للنبي انه نساي وهو لا يقرا ولا يكتب، خد بالك كمان. بينسى وما يعرفش يكتب. يعني خلاص بقى يبقى اللي نسيه ضاع الى الابد. فهمت بقى ازاي؟ لان اللي ينسى وبيكتب يرجع للمكتوب يفتكر، مش كده برضه؟ شوف بقى التحدي. فابو هريره ده معجزه من معجزات النبي. اعرف دي كويس، ان ابو هريره ده نفسه معجزه من معجزات النبي. لان النبي يعني حافظ امته واحد بينسى. وكمان امي لا يقرا ولا يكتب. يعني لو بيقرا بيكتب، لو بيكتب اهو نقول ده كتبها ايام النبي وقعد طول السنين دي يقرا على الناس. لا، ده بيقول من مخه وهو لا يقرا ولا يكتب ويروي من ذهنه وصدره. يبقى ضبط صدر. ما احنا عندنا الضبط ضبطان، ضبط كتاب وضبط صدر. ضبط الصدر اللي هو حافظ من ايه؟ بلا كتابه. ابو هريره كان كده، حافظ بلا كتابه، ضابط ضبط صدر. وهو اصلا ربنا خلقه بينسى. يقوم اما يشتكي للنبي انه بينسى كل حاجه يقوم النبي يقول له ايه؟ ابسط الي ثوبك. يقوم يفرس ثوبه كده امام النبي، وبعدين الرسول صلى الله عليه وسلم يدعو له ويقبض كده من الهوى ويقول له ضم اليك ثوبك الى صدرك. فيروح يضم ثوبه الى صدره، فقال منذ هذا الحين لم اسمع كلمه الا احفظها. فيبقى ابو هريره ده معجزه من معجزات النبي. يغير الاعيان ويغير الطبائع. الرسول صلى الله عليه وسلم بدعوه يغير طبع الانسان في دعوه كده، دعوه واحده. فهمت ازاي؟ تغيير الاعيان زي ما مسك جريده للصحابي اللي جاي له في احد، السيف بتاعه اتكسر والحرب دائره على اخرها. ما هو سيفه اتكسر وفي حرب معناه مات على فكره. ما معناه كده؟ ما هو سيفه ده اللي هيدافع عنه ويحفظ بيه على حياته. فراح للنبي صلى الله عليه وسلم في احد سيفه مكسور، فالرسول صلى الله عليه وسلم معهوش سيوف، قام لقى جريده، جريده يعني حته نخله، فادها له فعملها كده صارت سيفا في يده حتى انه ورثه ابنائه. هيبقى بيغير الاعيان اهو النبي. فهمت ازاي؟ بالله يعني، مش بذاته لكن بالله. يبقى النبي كان يغير الاعيان.
اذا كان وهو طفل صغير غير الاعيان. عارف انت الاتان، الاتان بتاع حليمة السعدية اللي راح كان اضعف اتان، حمار حصاوي يسموه، احنا المصريين نسموه ايه، حمار حصاوي يعني سنكوح، حمار مسنكح رفيع هزيل رجليه تخبط في بعضها واي كلام كده، اضعف حمار بايه في بني سعد اللي جايين علشان ياخدوا الاطفال، وكان اخر اتان في الموكب بتاعهم لعلمك. مجرد ما حملت النبي وركبت الاتان بتاعها بقى مرسيدس يا عم او بي ام دبليو، بقى فول اوبشن، فهمت؟ راح ضارب على الرابع على طول، لدرجه بقى هو مقدم، لدرجه ان النسوه اللي كانوا في رفقه ستنا حليمه بيقول لها ايه، ما الذي حدث في اتانك، انت حصل له ايه ده؟ اللي حدث ان النبي حمل عليه، فهمت ازاي؟ فبقى يتباهى في وسط الحمير ان هو يحمل خير البشر صلى الله عليه وسلم. يبقى تغيير الاعيان ده كان منذ حتى ولادته صلى الله عليه وسلم وهو طفل، كانت تتغير الاعيان. كانوا يخرجوا بني سعد كلهم وهم بالغنم بتاعهم، ويخرج النبي وهو طفل صغير عنده سنتين، هو النبي ابتدى يمشي كويس عنده سنتين وتكلم عند سنتين صلى الله عليه وسلم بالفصاحة يعني. فكان وهو طفل صغير عنده سنتين يخرج يرعى مع اخوه من الرضاع اللي هو الحارث بن عبد الله، فهمت؟ الغنم بتاعتهم بتحرس مع غنم بني سعد، الدنيا كلها جدباء مفيش اي اعشاب، الغنم كلها ترجع جعانه هزيله، والغنم اللي مع النبي ترجع شبعانه ممتلئه ذراعها. اهو تغيير الاعيان اهو، لا كلت ولا شربت، خد بالك. لدرجه بقوا الناس يقولوا له ايه لبعضهم، امشوا ورا غنم حليمه، اطلعوا بغنمكم ورا غنم حليمه، مهما طلعوا يرجعوا برضه هزال الا الغنم اللي وراه النبي، فهمت ازاي؟ علشان لانه بعثه راعي للامم صلى الله عليه وسلم، فلما كان يرعى الغنم اشبع الغنم، فاذا رعى الامم اشبع الامم، فهمت ازاي؟ وتدر منها، بدل ما يدر منها اللبن يدر منها العلم، فامه النبي يدر منها العلم، اذا مشيت ورا النبي يطلع منك العلم والحكمه، فهمت ازاي؟ منذ الصغر، لان اذا رايت اللبن في المنام يؤول بالعلم، فهمت بقى ازاي؟ وعشان كده كان غنم بني حليمه تخرج ورا النبي ترجع تدر اللبن، فلما النبي رعى امته ادرت العلم للامم، فهمت بقى ازاي؟ فهي الحكايه قصه واحده يعني. يبقى النبي كانت تتغير الاعيان، فهمت ازاي؟ عشان كده ابو هريره من الاعيان التي تغيرت، كان انسانا ينسى كل شيء ولا يتذكر اي شيء، بمجرد ان اشتكى للنبي تغيرت عينه فصار حافظ عصره، حافظ عصره. كان ممكن النبي يقول له ايه يا ابو هريره، ادم بتنسى تعالى انا هعلمك القرايه والكتابه ونجيب لك كتب ورق او اي حاجه تكتب عليها، كلما نسيت ترجع لها. كان ممكن النبي يقول له كده ولا لا؟ يعني انت ما يجي لك واحد يقول لك انا بنسى تقول له ايه؟ هتقول له اتعلم القرايه والكتابه، اي حاجه تسمعها اكتبها، ولما تنسى ارجع للمكتوب، مش كده برضه؟ ما هو المكتوب ما فيش منه مهروب. لكن النبي ما عملش كده. كان ممكن عبد الله بن عمرو بن العاص كان كاتب، قارئ كاتب، وكان يطلع على التوراه والانجيل ويعرف لغات كمان. عبد الله بن عمرو بن العاص كان ممكن يقول لابو هريره تعالى يا عبد الله بن عمرو تعالى علم ابو هريره القرايه والكتابه، علشان بينسى ابو هريره، معلش يا عبد الله بينسى. كان ممكن يعمل له كده ولا لا؟ لكن النبي لا. فابو هريره معجزه من معجزات النبي، حقه يتكتب كده، حفظ ابو هريره من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم، وهي من ضمن ايه؟ معجزات تغيير الاعيان. علشان كده محبه ابي هريره تكمل الايمان، لان حتى ادلك على ان النبي مستجاب الدعاء، وعلى ان النبي ربنا يغير به الاعيان، وان النبي نبي حق ورسول حق ورسول صدق من الله، وانه ليس كمثله بشر صلى الله عليه وسلم. كل ده هيزود ايمانك، كلما تعرفت على النبي تعرفت ازددت ايمانا، فهمت بقى ازاي؟ ابو هريره اكثر من اخبر عن النبي، فاخباره عن النبي تزيدك معرفه بالنبي، فكلما ازددت معرفة بالنبي ازددت ايمانا، وعشان كده حب ابو هريرة علامة الايمان،
فهمت بقى ازاي؟ لانه يؤدي الى الايمان. عن ابي كثير يزيد بن عبد الرحمن قال حدثني ابو هريره رضي الله عنه قال كنت ادعو امي الى الاسلام وهي مشركه فدعوتها يوما فاسمعتني في رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اكره. فاتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا ابكي. قلت يا رسول الله اني كنت ادعو امي الى الاسلام فتابى علي فدعوتها اليوم فاسمعتني فيك ما اكره. فادعو الله ان يهدي ام ابي هريره. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم اهدي ام ابي هريره. فخرجت مستبشرا بدعوه نبي الله صلى الله عليه وسلم. فلما جئت فصرت الى الباب فاذا هو مجاف يعني مغلق. مجاف يعني ايه؟ يعني مغلق. فسمعت امي خشف قدمي فقالت مكانك يا ابا هريره. وسمعت خضخضه الماء. أتريها بتستحمى بتغتسل غسل الإسلام. يبقى هو دعوة النبي لسه بنقولها بتغير الأعيان. كافرة مش كافرة عادية، كافرة قبيحة كمان بتسب النبي. في بعد ده كله يروح لأبي هريرة اللي يشتكي للنبي يقول له يا رسول الله ادعو أن يهدي أمي. فدعا اللهم اهدي أم أبي هريرة. رجع لها مستبشر لقى الباب مغلق وبتغتسل غسل الإسلام. قالت له استنى مكانك وسمع المية بتتكب عليها وبتستحمى. فهم؟ فقالت مكانك يا أبا هريرة. وسمعت خضخضة الماء. قال فاغتسلت ولبست درعها وعجلت عن خمارها ففتحت الباب. ثم قالت يا أبا هريرة أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. قال فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتيته وأنا أبكي من الفرح. قال قلت يا رسول الله أبشر قد استجاب الله دعوتك وهدى أم أبي هريرة. فحمد الله وأثنى عليه وقال خيرا. قال قلت يا رسول الله ادعو الله أن يحببني أنا وأمي إلى عباده المؤمنين ويحببهم إلينا. قال فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب عبيدك هذا يعني أبا هريرة وأمه إلى عبادك المؤمنين وحبب إليهم المؤمنين. فما خلق مؤمن يسمع بي ولا يراني إلا أحبني. شفت بقى يبقى علامة الإيمان أهو بدعوة النبي مستمرة معاه ليوم القيامة. ليقول لك النبي لا ينتفع به إلا في حال حياته. ما دعوته بتستمر حتى في الأجيال في الذرية حتى بعد وفاته. وعن أبي قال حدثنا قتيبة بن سعيد وأبو بكر بن أبي شيبة وزهير بن حرب جميعا عن سفيان. قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الأعرج قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول إنكم تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم والله الموعد. يعني كان الصحابة أصلا كانوا يخافوا يتكلموا ويقولوا قال رسول الله. يخافوا أحسن يبدل كلمة ينسى كلمة. سيدنا أبو هريرة قاعد طول النهار لمم الناس حواليه وقاعد قال رسول الله قال رسول الله يقعد 4 ساعات يقول قال رسول الله. الصحابة قالوا إيه ده أبو هريرة ده أكثر الكلام عن الرسول صلى الله عليه وسلم. فما كانوش إيه مبسوطين منه. فبيقول لهم بقى تزعمون أن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله والله الموعد أو موعدنا عند ربنا وربنا يحاسبني لو كذبت عليه. معنى كلامه كده والله الموعد أي يحاسبني إن كنت أكذب عليه. فهمت؟ كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. يعني أنا كنت مسكين ما عنديش لا بيت ولا مال أشتري بيه طعام. فكنت أعرف مع النبي أكل لما النبي يأكل وأجوع لما النبي يجوع. عشت مع النبي عشان كده أنا لازمت النبي. وأنتوا كنتوا بتروحوا الأسواق وتروحوا الأرض تضربوا في الأرض تبتغوا رزق فأنا أسمع وأنتوا غايبين. فسمعت ما لم تسمعوا وحضرت حيث غبتم. فهمت إزاي؟ علشان كده إيه بيقول لهم كنت رجلا مسكينا أخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني. وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق يعني التبايع. المهاجرين تجار والأنصار فلاحين يزرعوا الأرض. فهمت؟ وكان المهاجرون يشغلهم السفق بالأسواق وكانت الأنصار يشغلهم القيام على أموالهم يعني الزراعة ورعاية النخل وغير ذلك.
فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من يبسط ثوبه فلن ينسى شيئا سمعه مني. فبسطت ثوبي حتى قضى حديثه، ثم ضمنته إلي، فما نسيت شيئا سمعته منه. وعن أبي قال: حدثني عبد الله بن جعفر بن يحيى بن خالد قال: أخبرنا معن قال: أخبرنا مالك حاء قال: وحدثنا عبد بن حميد قال: أخبرنا عبد الرزاق قال: أخبرنا معمر، كلاهما عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه بهذا الحديث، غير أن مالكا انتهى حديثه عند انقضاء قول أبي هريرة، ولم يذكر في حديثه الرواية عن النبي صلى الله عليه وسلم من يبسط ثوبه إلى آخر. وعن أبي قال: وحدثني حرملة بن يحيى التجيبي قال: أخبرنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب أن عروة بن الزبير حدثه أن عائشة رضي الله عنها قالت: ألا يعجبك أبو هريرة؟ جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي. أسبح يعني أصلي إيه؟ النافلة، يعني بتصلي تطوع. ستنا عائشة بتقول للعروة بن الزبير ابن أختها: ألا يعجبك أبو هريرة؟ يعني عجبت كده أبو هريرة؟ شوف عمل إيه؟ تشتكيله يعني. جاء فجلس إلى جنب حجرتي يحدث عن النبي صلى الله عليه وسلم يسمعني، وهي سمعان وكان بتصلي السنة، يسمعني ذلك، وكنت أسبح، فقام قبل أن أقضي سبحتي، ولو أدركته لرددت عليه إن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يكن يسرد الحديث كسردكم. ما كانتش عاجبها إن سيدنا أبي هريرة يقول الحديث مرة واحدة، فهم؟ لأن النبي كان يكرر الحديث ثلاثا، وما كانش في المجلس الواحد يكسر الكلام عشان الناس تحفظ. لكن ستنا عائشة مش عاجبها أبو هريرة، يقول الحديث مرة واحدة ويقول أحاديث كتيرة قوي، فهمت إزاي؟ مش عاجبها. هي أم المؤمنين بقى بتربيه، ما هو ابنها، فهمت إزاي؟ بتربيه. قال ابن شهاب وقال ابن المسيب: إن أبا هريرة قال: يقولون إن أبا هريرة قد أكثر والله الموعد، ويقولون: ما بال المهاجرين والأنصار لا يتحدثون مثل أحاديثه. وسأخبركم عن ذلك: إن إخواني من الأنصار كان يشغلهم عمل أراضيهم، وإن إخواني من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت ألزم رسول الله صلى الله عليه وسلم على ملء بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. ولقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يوما أيكم يبسط ثوبه فيأخذ من حديثي هذا ثم يجمعه إلى صدره، فإنه لم ينس شيئا سمعه. فبسطت بردة علي حتى فرغ من حديثي ثم جمعتها إلى صدري، فما نسيت بعد ذلك اليوم شيئا حدثني به، ولولا آيتان أنزلهما الله في كتابه ما حدثت شيئا أبدا. إن الذين يكتمون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك يلعنهم الله ويلعنهم اللاعنون، إلا الذين تابوا وأصلحوا وبينوا فأولئك أتوب عليهم وأنا التواب الرحيم. وعن أبي قال: وحدثنا عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي قال: أخبرنا أبو اليمان عن شعيب عن الزهري قال: أخبرني سعيد بن المسيب وأبو سلمة بن عبد الرحمن أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: إنكم تقولون إن أبا هريرة يكثر الحديث عن رسول الله بنحو حديثهم. ونقف على باب من فضائل أهل بدر وقصة حاطب بن أبي بلتعة غدا إن شاء الله. إن شاء الله غدا آخر درس، وحناخد أجازة اليوم الجمعة اللي بعد، يبقى بكرة الجمعة إن شاء الله وقفة عرفات، حنكبر تكبيرات العيد بكرة بعد صلاة الفجر وبعد كل صلاة إلى غروب شمس آخر يوم من أيام التشريق. وبعدين حناخد أجازة من مجلس الفجر أيام العيد الأضحى كلها، ونضيف إليها باقي الأيام، ونلتقي الجمعة التي تليها بعد الفجر، أجازة سنوية. خلاص إن شاء الله، وعندنا رصيد يسمح إن شاء الله يا رب. النهاردة بالليل بعد العشاء في هذا المسجد إن شاء الله سوف نحيي ليلة عرفات، ونصلي 11 ركعة جماعة بنية إحياء ليلة عرفات بعد العشاء. وغدا إن شاء الله أيضا نحيي ليلة العيد ب11 ركعة جماعة إن شاء الله بعد العشاء.
فعندنا احياء ليله عرفات واحياء ليله العيد ان شاء الله في هذا المسجد. اللي عنده وقت ويسمح له وقته يقدر يجي اهلا وسهلا، ما يسمحلوش وقته يبقى يحيي هذه الليالي المباركه حيثما اقام، ويدعو الله لنفسه ولسائر المسلمين. واعاد الله علينا هذه الايام بالخير والبركه، واتم هذا الموسم بالخير والبركه على الحجاج والمسافرين والعباد. إن الله وملائكته يصلون على النبي: يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وسلم. عدد خلقك ورضا نفسك وزينة عرشك ومداد كلماتك وكما تحب وترضى. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.